مش عند بره دي بقول لحضرتك مش عارف نسيت شكل البنات جوه القاهره ومسكين كلام اللي بيتعاركوا مع بره مين اللي قال لهم بس انا اللي قلت لهم هطلع اشوف فيه مش وقته مش وقته يا فندم دي اوامر عدنان حضرتك انا اللي هتاذي فيه بس في ايه في ايه بس ايه في ايه حضرتك عايزين نخش والزياره انتهت اصلا انا عارف ان الزياره ممنوعه بس دول ضيوف عندنا من القاهره هيقعدوا 5 دقايق يشوفوا الرائد سيف ويمشوا على طول حضرتك عارف ان الزياره ممنوعه يا سيدي انا عارف والله العظيم معلش الناس دي ضيوف عندنا ولازم ياخدوا واجبهم وانا هاجي لك على طول 5 دقايق بس اتفضل حضرتك الف شكر اتفضل انا كنت حموت لو سيف كان جراله حاجه يا سيدي على الحب لا والله يا انجي انت ما تعرفيش احساسي كان عامل ازاي لما عرفت وبعدين انا كنت قلقانه عليه قوي وهفضل قلقانه عليه اكتر لحد ما اشوفه واقف كده قدام عيني انجي ايوه يا مامي انت اللي وداكي المستشفى النهارده ما تردي عليا انت بتراقبيني ايه اللي وداكي المستشفى النهارده بما انك ما بقيتيش تحترميني وتسمعي كلامي يبقى من الافضل ان حضرتك ترجعي على مصر لا يا مامي مش هرجع مصر ولا هروح اي حته انا لازم اعرف انت رافضه ادهم ليه انت بتردي سؤال بسؤال ايوه يا مامي لازم اعرف انا مش صغيره ما طبعا ما بقيتيش صغيره ما خلاص ما تسمعيش كلامي بتعنديني كفايه كده يا نهله والله حرام حرام اللي بيحصل ده والله حرام اللي بيحصل لي انا بس يا نهله بقى سيبيها بقى فرجتوا الناس علينا يلا انا هتجنن يا ميس انا مش عارفه مامي بتعمل معايا كده ليه بس يا انجي ارجوكي اهدي عشان خاطري ما تقوليليش اهدي اهدى ازاي ما انا لازم اعرف السبب اكيد في سبب للي بيحصل ده بصي يا انجي ما تكبريش المسائل اكتر من كده وبعدين هي طنط يعني كانت تعرف ادهم دي اول مره تشوفه بس انتي معنده معاها اكتر فهي بتعند معاكي ممكن تهدي بقى كده وتعالي معايا اغسلي وشك وكل الامور ان شاء الله هتبقى زي الفل يلا يلا الحمد لله يا حجة بدرية اننا اطمنا على سيف والله اول ما جاب رجالي قلت له لا يمكن ابدا الكلام ده مش صح فيك الخير يا بنتي كان ودي اكون معاهم واطمن على سيف ده سيف ده حته من قلبي مال يا بنتي كلنا عارفين ان سيف عندكي زي ادهم مفيش فرق بيناتهم هم يا فرح يا بنتي نجهز الوكل زمانة الفرن حميت حاضر يا ماي لا والله ما تقومي من مطرحك انا وفرح هنعمله كل حاجه خليكي مرتاح ربنا يريح قلبك يا زينة البنات يلا يا مرات اخوك عجاي بقول لك ايه خير يا سمية لا مفيش واه هو ايه اللي بقول لك ايه لا مفيش قولي يا بنت اصلا جدك في خدمه يا من عينيا التنين قولي على طول هو احنا فيه بنات مكسوف اصلا عاوزه رقم تليفون اخوكي ادهم واه وعايزاه في ايه اسمع يا سامي ادهم اخويا واني خبره زين وانت كمان اخت جوزي ومتربيين سوي ما تعمليش حاجه ما تعجبهوش هو انا هعمل ايه يعني هو مش جدي عبد الجليل طلب يدي من بوي لاخوكي ادهم والبلد كلها عارفه ان احنا مخطوبين فيها ايه لما اتصل بيه واطمن عليه على العموم ما عايزاش حاجه واعتبري ان انا ما قلتلكيش حاجه الظاهر عليا ان انا اتجننت واه خلاص ما تقفليش كده هعطيكي رقم التليفون ربنا ما يحرمنيش منك واه بس اسمعي يا سامي محدش يعرف ان رقم ادهم معاكي ولا جنس مخلوق يعرف ان انا عطيتهولك فاهمه يا ساميه هو انا عبيطه ولا ايه بقول لك ايه انا كاتبه هدايا في ورقه في الدار حابه اكتبهولك يلا بقى همي عشان نحضر الوكل ساكته ليه يا نهله طبعا زعلانه عشان تصرفك مع انجي
بص انا عارف انت قد ايه بتحبيها، بس اللي انت بتعمليه معاها ده غلط. من فضلك يا شريف انا تعبانه ومش عايزه اتكلم في اي حاجه. انا لازم اتكلم لان انتوا الاتنين تهموني. ما ينفعش اقف اتفرج عليك واسكت عشان انت مش عايزه تتكلمي. خلاص من غير ما تعلي صوتك، اتفضل قول اللي انت عايزه. عايز اقول لك فوقي بقى لنفسك ولينا والحقي ده والشرخ اللي حصل ما بينك وما بين بنتك. هم كده يعني يتماتوا في حبهم لبعض لحد ما تحصل مصيبه؟ انا ما قلتش كده، بس انجي دلوقتي مش صغيره، ولما تديها اوامر لازم تقولي لها الاسباب. اللي بتعيشه بنتك دلوقتي ده شيء طبيعي لاي بنت في سنها. طبيعي؟ طبيعي انها تحب اخوها وتتجوزه. طبيعي انها تحب وتتحب. طبيعي ان اللي بتحبه يجي يتقدم لها. طبيعي انها تحب ادهم لانه انسان كويس، ولانها ما تعرفش ان هو ممكن يكون اخوها. انت ليه دايما متصوره يا نهله ان اللي انت بتفكري فيه كل الناس عارفاه؟ عموما انا هسيبك مع نفسك شويه تفكري. لا شريف، عشان خاطري ما تزعلش مني يا شريف، والله انا تعبانه قوي، تعبانه ومحتاجه لك فوق ما انت ممكن تتخيل. نهلة، انا بحبك وبحب بنتي وبحب بيتنا اللي احنا بنيناه مع بعض من سنين طويله قوي، واللي انا وانتي قعدنا كتير قوي عشان نحافظ عليه. مش هسمح انه يتهد علشان شويه شك ممكن يكون صح او غلط. يا شريف انا متاكده. اوعي تقولي انك متاكده، انتي نفسك ما تعرفيش مين فيهم ابنك. شويه بتقولي ادهم، ولما سيف دخل المستشفى قلتي سيف هو ابني. ما تعذبنيش وتعذبي نفسك اكتر من كده. بص يا نهلة، انا هسيبك تفكري وتاخدي قرارك وتشوفي انت عايزه توصلي لايه، بس بلغيني باللي هتوصلي له. شوفي بقى هتكملي المشوار ده للاخر ولا هترجعي ليا ولحياتنا ولبيتنا ولبنتك. فكري. فين ميسة؟ في اوضتها بتريح شويه. عاجبك يا بابي الاسلوب اللي مامي اتعاملت معايا بيه؟